شاد الجغمه خايسيب بالروج ديال هاد القهوه كحله تقتل عليها نسيبتك. هادي هادي خصيصا جايني من البرازيل. لي زامي ما عندناكروش بزاف هاد الحلقه باسكو توحشناكم. بونجور سيت بونجور العشرين. تخيل معايا خاي سيمون انت جبتي الدريه ديالك للدار جيتي تسخر جيتي لقيتيها ماتت. اعوذ بالله مش تراجل عمرك ما سولتي راسك هذا السؤال هذا. وهي احنا غنشوفوا الناس اخي يسولوهم هذا السؤال غنشوفوا الناس شنو قالوا على هذا الموضوع. المهم قبل ما نبداو الفيديو بالرجوله ديروا لايك كومونتي لتحت وبارطاجيو الفيديو. دابا كنت كتشي في الدار كانت معاك الدريه ياك خرجتي بغيتي تجيب شي حاجه رجعتي صبتيها ماتت اش غدير؟ وراك في راسي ما ضيعش معاه الوقت هذا ايوا صافي غيش واش عيدير ما عنده ما يدير والله سبحانه وتعالى بغاها داها صافي لا صافي استسلم سبحانه كايا وصافي والله الطبيب والتشريح شنو هي الشرعي عيلقوا انها ماتت موته ديال الله سبحانه ويلي موته ديال الله ودار بها الشيشه وما عرف شنو اشوف مع الشيطان لا برجوله لا زقلوه تبارك براس زين وعزاه واحد هذا باغي يتفك بالرجول صافي ما كانش معاك الدريه مشيتي تجيب شي حاجه من الحانوت ولا الصخره ولا شي لعيبه رجعتي صبتيها ماتت اش غدير؟ غتلتق في الوالد وليد هذا باغي يصيف طبيب صافي هو ما يمشيش هو السيد باقي صغير قدامو مينور بس هو الوالد صافي اصاحبي ما فيها والو يمشي واحد العام ولا عامين ولا ثلاث سنين هانيه ماشي موجه ويلي المول فيها مشى حياته كامله كنجي ما فهمتش خرج من هذا السوق الوالد الدار سميت الوالد صافي ماشي عارف هو دارس الخطه تنقول لك صافي الله نويدي تنتخيل بواش في هذا الفيديو صافي هذا راه تلقاه مات هذا قبل الوقت دخل سبيري هو في بلاصه ليش انا غير ما يمشيش هذا كاع ما عنده معبوه صيفط الوالد مالو واش مريح يدير شتي هذا والله فعلا ما تيحملوش ما تيحملوش زي ترقد انا اللي في راسي باغي يتفك واش قال سيدي بص ما ماهيش عليه هو التهمه يس مسؤولي انا بعدا توقع عليا هذا البلان لا قدر الله سيمون عارفه ما يفوتنيش انا والو نمشي في بلاصتي سبيري لا ما نمشيش تماك من نيتك ونمشي سير اصاحبي كنتي كتقول لي اي حاجه ديرها انا نهز مسؤوليه مين كنتي نيه دابا تنقرطي هز مسؤوليه الراس دابا انت كانت معاك الدريه في الدار ياك شتي جيب شي صخرة رجع شي صبتيها ماتت شنو غدير؟ وما عندي ما ندير غنمشي عند لابيج هذا رويج هذا عيت اعترف اخي بداك الشيء اللي سالي لا ما فر اصاحبي اش غتقول لامي الوقت؟ نقول السيده زاهيه معايا تسكتت مول الامل صافي زاهيه معاه تسكتت ولكن الا فاش عجبني مشى يعترف من الاخر نقول لهم نقول السيدة سكت قلت لها الكوريكسيون هو راه من الاخر شنو يخلي الجوتة تما تكون شربت الفياغرا بزاف تسمى ضحية خويا هادشي غديكلاري وي نخليها منشور وغنمشي لها ولا طلع الصحن اللي المقابل ونشرها دابا انت معاك الدرية ياك هذا متدين ما كاينش شي واحد زعما يقول له اعد بلا باش تراجي ما تنديرش لا لا واش الواقع هو هذا وما تيقولها الواقع وي غنخرج غنمشي نعلم السلطاش كنت انا هو السبب ديال الموت ديالها غنتحاسب عليها ما كنتش انا داير القانون غياخذ مزرعه لا متحضرا لا تسحب والله لا دزت لا واش تيسحب لك تعيش فرنسا ادي القانون ومين انت وخيتي راه صافي سالينا رجعتي صبتي ماتت شنو غدير؟ وانا بعد مجوج هي الاولى صافي هذا شو هذا خرج راسه من ايش صافي سالي في الحال وقعت هذه الواقعه ما عندك ما غديرش غدير غتعيط على المخزن مولي غياخذوا الاجراءات ديالو بس اخي هو بالروج المهم العشرين نوصيكم لو وقع لكم هذا لا وقع لكم فري هذا البلان عيطوا للسلطه بعد واش ما كاين لا دري مطلقه ولا مع دريه لا والو بغيتي دير شي حاجه سير صلي عصلي عتحيد من بالك ديك الفكره شو تيقول لك ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر من واحد كيفكر بزاف الحوايج كتبان لي روح كيتدهس خاصو يخزنها خاصو يقردها خاصو يدير بزاف بس احسن سيمو معاك الزهر يقردها اش اخويا نقرد انا ما نروج فهمتي ما يبغيش يمشي على السلطات ولا لا عادي شرعي الدواء لا اخويا انا قلبي هشيش انا راه مع الحيوانات تمشي مع بنادم مش تبغى ماكم مراه قلبك كبيده هو انت كبيده انا لاحظت فيك اخي هاد الايامات رطابيتي بلا قياس هو رطابيت انا اختك اللي خرجت عليا انا لله ودعمت مشيتي تسخر الحانوت ولا شي تويشيه بغيتي تجيبها رجعتي صبتي الدريه ميته اش غدير؟ بقى
قدر الله خويا المكتوب غنمشي نديكلاري اخويا سامي. شوف بعد كل شيء كل شيء غادي يحترم القانون والمخزن هادشي باش عجبني صافي كل شيء. هو دابا بغا وجوله هي ماتت اش دير من غير داك الاولاني اللي قال لها عزانا وعزاك واحد هذاك ما عنده ما يدير واحد باغي يلصقها في بواه دابا انت غتشد ديكلاري ضروري اخويا ما كاينش اصاحبي ديك اعوذ بالله في صراشي من راه ما تنطلقش معاك لا حتى شي واحد لا والو ما كاينش والواقع شكيتو فيا يلاه نمشي ندير مع لاديان ولا شي حاجه تشوفوا السيده لاديان عايشه واش بنته شي تجيب شي صخره من الحانوت ولا شي تويشيه رجعتي صبتي الدريه ماتت شنو غدير مباركه في راسهم الثاني هذا مخاز صافي مات وعادات شات وحده تجي وحده كاينه هي عندي وانت فنو ولا يا عم سالينا دعني نشرع عيدة صاحبي ونجود نشدو واحدة من اللازم سالينا هذا هذا زواني قلت لك بشات واحدة شات واحدة صافي مات دابا مات هو عاد توقف له الحياة لا والو اما العزو تنقول يموتوا من الناس 7000 كاع ما يعزيو ديك راه حاجة باينة غاتشهد ديكلاري من ورا الديكلاراسيون كتبقى من العزو نجيبوه المهم ما يتزاكلش ما يتزاكلش حيت المهمة ما كملات يلاه كان باغي يزيد بصح ماتت هو شنو خاصو يجيب واحد اخر والله ما كاينين اجرين انت دير مزريعة تجيب لك 12 انت دير مزريعة تجيب لك 12 سيد عبد الرحمن مزريعة بالرجولة راه باقا دير مزريعة درهم كوكاو باقا فعالة تنقول تنسالو عن وراك واحد الدخلة ديال واحد عشيري تيدير فيها هاد الزريعة وكوكاو على حسابي دابا إلا كانت معاك الدرية في الدار وخرجتي تجيب شي حاجة رجعتي صبتيها ماتت اش غدير؟ خويا غنمشي نقدم راسي اخويا عند البوليس سالينا هذا صافي عارف راسو اش داير عارف راسو كحالة انا خويا شكون كيفاش ماتت شفت التشريح وداك الشيء وعاد غنخرج اخويا وكاينه الكباش مع الدريات عاوتاني ولا ما كاينش العيبين يلا وقع لي هذا البلان نتوب ولا شي حاجة هي دابا هذا الشيء اللي يضحك ولكن في واحد الناحية راه فري هذا الشيء راه ما تيضحكش الله يدير شي تا هو الخير وصافي تنعرفوا باش ماتت هو غنخرج عاوتاني خويا وعاد الكباش مع الدريات يعني دبر على راسو في الدريات يعني مشات أكدها زعما خلينا بالرجولة دابا انت خايس موقع لا لا شوف هي لا جينا النطاق كما تيقولوا هما راه انا نقول هاد اللقطة اللي قالوهم نقول نمشي نديكلاري المهم تسمى نحيد داك الشيء اللي عليا ونتسمى انني ما درت شي حاجة كان شي حاجة نهز مسؤولية ما كانش وادر هاد الشيء في النطاق ديال هذاك الشيء الخوى الخاوي اما ديال اللوجيك هاد الشيء راه ما خاصش يكون ما الله هاد الشيء كامل راه اتزوم من بعد ولا مش قلت عاد ما كاين لا بريتش لا والو وانا البرتوش عاد الدريات يدخلوا وانا ما تنديت شي واحد تنديك عنتا